اسعد اوقاتكم اصدقائي، اصدقائي مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو اهم 15 نصيحه اللي عايشين بالمانيا واللي بده يعيش بالمانيا. اصدقائي قبل ما نبدا الفيديو حابب اتشكر كل واحد اشترك بالقناه او كتب تعليق اي شيء. اصدقائي شكرا لكم على هالدعم، وان شاء الله الله يقدرني اكون بقد المسؤوليه وتفيدكم الفيديوهات اللي عم بنزلهم. اصدقائي قبل ما نبدا الفيديو طبعا كمان لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات. وبعد الفاصل النصيحة الأولى، أصدقائي بفترة الكامب أو الهايم، أنت عايش بالكامب أو الهايم، لا تضيعوا وقتكم على الفاضي، كل دقيقة بتروح من وقتكم محسوبة عليكم. كل يوم تعلم لك 5 كلمات، صدقني ما حد رح يفيدك بأي شيء. النصيحة الثانية أصدقائي، كون مع الناس سطحي، لا تغمق معهم أبدا، خذ وعطي فقط. النصيحة الثالثة أصدقائي، بعيد عن الشر وغني له، بعيد عن المشاكل بالمجتمع، بعيد وين في مشاكل بعيد عنه، خليك بعيلتك بولادك بدراستك بشغلك أو أي شيء. نروح على الرابع أصدقائي، النصيحة الرابعة، لازم تكون عندك صبر، يكون عندك صبر فوق طاقتك. أصدقائي مثل ما بتعرفوا هون بألمانيا الشعب الألماني بشكل عام يعني عندهم صبر فوق ما تتصور. الصبر أهم شيء أصدقائي، لا تستعجلوا بأموركم، لا تستعجلوا بأوراقكم، لا تستعجلوا بأي شيء. لما بتقدموا طلب لا تستعجلوا، شوي شوي كل شيء بتنحل. النصيحة الخامسة أصدقائي، هون بألمانيا راح تشوفوا أوراق كتير، فالنصيحة لا تهملوا على أي ورقة. إذا ما بتعرفوا تعبوا الورقة عندكم أكثر من طرق، عندك منظمة دياكوني وعندك منظمة كاريتاس وراح أحطلكم إياها بالصورة، وعندك رات هاوس. رات هاوس كمان يعني بلدية المنطقة اللي أنت عايش فيه، بكل رات هاوس في عندك في موظفين بيساعدوك، وانا مرقت بهالطريق. نصيحة الستة اصدقائي، حاول قدر الامكان اعتمد على حالك، يعني لا تستنى حد يجي يساعدك، ما حد راح يفيدك بشيء ابدا، اعتمد على حالك قدر الامكان. اكيد فيها صعوبات شوي بس يعني حاولوا تعتمدوا على حالكم. نصيحة السابعة أصدقائي، لا تثق بحد مهما كان وشو ما كان السبب، حاول تسمع أخبار كل يوم، لازم تعرف شو عم يصير حواليك. مثل ما بتعرف كل يوم عم نشوف قرارات جديدة، لازم تسمعوا كل الأخبار. 8 أصدقائي، هي حسب تجربتي أنا مرقت من هالطريق. أصدقائي لما يجي شخص يساعدك لا تقول والله هذا الشخص سكرة وما في منه ومن هالحكي، صدقني آخر شيء ما رح يجيك غير وجع الراس. 9 لا تكون صريح مع الناس، يعني خلي يكون في بقلبك مكان للأسرار وحاول لا تحكي كتير أبدا. 10 لازم تعرف أنت ليش طلعت من بلدك وشو مطلوب منك تعمل. 11 هاي اللي عندهم أولاد، أصدقائي لا تتركوا أولادكم على كيفهم، يعني ضل احكوا معه، مثلا إذا إجا من المدرسة احكوا معه شو عملت، شو عملت اليوم، شو كان درس، كيف كان يومك، من هالحكي. وحاولوا كل أسبوع اشتروا له هدية وأي شيء، هذا الشيء بيخلي الولد يثق فيكم أكثر. وحاولوا ما تعلموهم على التليفونات أبدا، التليفون بيضر للولاد. 12 حاولوا بأقصى السرعة تطلعوا شهادة السواقة، لأنه حياتهم بألمانيا صعبة كتير بالأخص للعائلات واللي عايشين بالضياع. 13 المواعيد التزموا بها أصدقائي، المواعيد هون بألمانيا مواعيد أهم شيء بالأخص عند الأخصائيين، عيادة أخصائيين يعني، ويكون عندكم سبورة للمواعيد يعني مثل هي. 14 اصدقائي التصفح في مواقع انترنت، كونوا حذرين، لازم تعرفوا وين عم تتصفحوا.
وأخيرا النصيحة ال 15، أصدقائي لما يصير عندكم حساب البنكي لا تسحبوا كل المصاري، لازم على طول يكون داخل بطاقتكم البنكية أقل شيء 200-300 يورو، لأنه راح يكون عندكم فواتير انترنت وخطوط تليفوناتكم من هالقصص. وهون بكون خلصنا الفيديو أصدقائي، شكرا لكم، ما تنسونا الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات، وشكرا لكم، إلى اللقاء.